تماشيا مع الظروف التي يمر بها الناس في رمضان هذا العام وإجراءات الحجر المفروضة في معظم دول العالم، أطلق مجموعة من اللبنانيين مبادرة تحت اسم من سفرتك اعمل سفرة لغيرك. وبالنظر للظروف الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فإن هذه المبادرة وبحسب القائمين عليها ليس فيها أي تكاليف إضافية على المتبرعين، لأنها تقوم على التبرع بجزء صغير من طعام اليوم الواحد بوضعه داخل علبة بلاستيكية، ليقوم بعدها العاملون على المبادرة بجمعها من البيوت خلال وقت الإفطار، ثم يتم توزيعها على المحتاجين والأطفال والعوائل بشكل منظم وجميل. عن هذه المبادرة نتحدث الليلة في فقرة الأمل، موجود مع ضيفتنا من المرج في البقاع الغربي بلبنان الناشطة المدنية وصاحبة المبادرة راما الجراح. راما، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، وشكرا لكم على هذه المبادرة الجميلة جدا. من سفرة كل شخص يمكن إطعام الآخرين المحتاجين، كيف أتت الفكرة راما؟ خبرينا. بداية السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله بالخير. بداية مثل ما أنت تفضلتي وحكيتي، بظل الأزمة الاقتصادية يلي نحن عم نعاني منها من 17 تشرين 2019 لليوم، وإجت أزمة كورونا زادت علينا البلاء. فمن هيدا المنطلق نحن صار في عنا زيادة بنسبة أعداد العائلات الأكثر فقراً عنا بلبنان وبفترة كتير قصيرة. صحيح. فطلعت المبادرة من هيدا الشيء. أطلقنا هذه المبادرة ونحن عارفين أنه العالم ما حدا رح يتبرع لنا، إذا طلبنا من العالم تبرع كل حدا على قده، الدولار عنا عم يطلع وينزل وقدرنا ظروف العالم. فهذه المبادرة كتير بسيطة، ما بتكلف حدا 1000 ليرة من جيبته. حطينا إعلان على صفحة الفيسبوك، طلبنا من العالم مين بيحب يشارك معنا بصحن من الطبق اللي عامله على الفطور برمضان، بس بناخد صحن من عنده. ففي عالم كتير تواصلت معنا، استجابت للإعلان، عطونا رقم تليفونهم، العنوان بيتهم، نحن بس نحن منروح لعندهم بعلب بلاستيك من تمويل نحن فردي منا نحن. راما اعذريني على المقاطعة، نحن لما عم بتقولي نحن هلأ ذكرتي 7 أشخاص، من أنتم؟ أخبرينا من هي هذه المجموعة؟ هل أنتم من فئة الشباب؟ هل في عائلات تساعدكم؟ من وراء المبادرة؟ بصراحة كنا نحن طالعين بمبادرة من السنة الماضية اسمها خزائن الخير، بس نحن ما قدرنا نكفي فيها كرمال الأوضاع الاقتصادية اليوم. فنحن بدلنا المشروع بهيدا المشروع، نحن عبارة عن شباب، أنا صاحبة المبادرة، هن استجابوا للطلب، شباب من الضيعة هي الزيتة، كلنا شباب بالجامعات وعم نشتغل قدر المستطاع مثل ما بيقولوا، مش باختصاصاتنا للأسف، يعني لأنه هيك الوضع عندنا بلبنان للأسف. هذه نحن. لكن راما، حضرتك من المرج بالبقاع الغربي اليوم، صح. المبادرة هل طالت مناطق مختلفة من البقاع الغربي أم طالت لربما مناطق أبعد من ذلك؟ أخبرينا. نعم، أنا تواصل معي كذا شخص من كذا منطقة من عنا، من البقاع، مش البقاع الغربي، بالبقاع ككل، وخبروني إنه أعطيهم تفاصيل عن هيدي المبادرة وأنا عملت هيدا الشيء. قالوا لي من بعد أول كم يوم من رمضان بعد إذنك أعطينا تقييم للمبادرة وأنا عملت كمان هيدا الشيء، فهني عملوها عنده بالمناطق. في مثلا مثال على هيدا الشيء بمجد العنجر، صار هيدا الشيء عظيم، مجد العنجر بالبقاع الأوسط. تحمسوا وعملوا هيدي المبادرة. صراحة هو واحد مش لازم يحكي عن حاله، بس أنا كتقييم لازم واحد يقيم شغله. صحيح. كتقييم لهيدي المبادرة صراحة صديقتي، دعيني أستفيد راما، دعيني أستفيد من التقييم اللي أجريتيه حتى أسألك عن عدد العائلات اللي ضمتها هذه المبادرة، حتى نعرف الحجم، ما هو حجم العائلات اللي استفادت من طعام الغير خلال شهر رمضان. التقييم لما أنا يدقوا لي العائلات يلي عنا ليست بالعائلات الأكثر فقراً عنا بالضيعة، لما يدقوا لي إذا أنا تأخرت عليهم 10 أو ربع ساعة، ماشي 10 دقائق أو ربع ساعة، يدقوا لي وين صرتي، نحن ناطرينك اليوم، ما بدك تجيبي لنا العلبة يلي وعدتينا فيها. لما اسمع منهم أنه نحن متركها لتاني يوم على الفطور منسخن الوجبة اللي أنت بتجيبين لنا إياها أو نحن متسحرة، فهيدا أكبر دليل أنه هيدا المبادرة جدا ناجحة، لو نحن أقمناها بعد الإفطار دغري كمان ناجحة، لأنه فعلا الوضع
بكي وكثير العالم بحاجة صراحة. أطعام المحتاجين من أهم شيء في شهر رمضان. شكرا لك راما على المشاركة من المرج في البقاع الغربي بلبنان، الناشطة المدنية وصاحبة هذه المبادرة. الأمل دائما موجود مع راما الجراح. شكرا لك.